جاءنا من الديوان الملكي ما يلي. بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، صدق الله العظيم. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعي الديوان الملكي سمو الشيخ أحمد بن محمد بن سلمان الخليفة، تغمد الله الفقيد بواسع رحمته أسكنه فسيح جناته وألهم ذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.